حشري بيتكم. ليلة هذه ليلة فضيلة، ليلة من ليالي العمر، ليلة 27، ليلة القدر المفضلة، ليلة اللي يحتفلوا بها التوانسة وسائر العالم الإسلامي. وفي تونس عندنا طقوس خاصة بالليلة هذه، باعتبار أنها يقع فيها ختم الحديث الشريف في جامع زيتون المعمور، وختم ذا فيه مجموعة من العادات والتقاليد محاطة به. ومن جملة لنهجة اللي مرتبطة ارتباط وثيق بالليلة هذه نهج سيدي بن عروس. علاش؟ خاطر هذا النهج اللي وصل جامع زيتونة اللي جاي من القصبة بشرطه يتعدى على النهج هذايا، واللي خارج كيف كيف من جامع زيتونة بشرطه يتعدى على النهج هذايا. وكانوا قبل بيات تونس بعد ما يحضروا في ختم الحديث بين العصر وقبيل المغرب، كي يخرجوا من الختم هذايا، وهو ختم من ثلاثة كتب كما تعرفوا، ختم من صحيح مسلم، صحيح البخاري، والكتاب الشفاء للقاضي عياض. بعد ما يقراهم أئمة الجامع الأعظم، يقرأوا أجزاء منهم بحضور البي وإلى رئيس الدولة التونسية فيما بعد، كي يخرج البي كان يعمل دورة في المدينة، وتبدأ الدورة نتاعه بنهج سيدي بن عروس. وأول حاجة يعملها هو يزور المقام، مقام العارف بالله أبي العباس أحمد بن عروس، والمقام التوى موجود. وسيدي بن عروس هذا من القرن الرابع عشر، تولد حوالي 1330، تولد في بقعة يقولون لها وادي الرمل، وتخلى المدينة تونس صغير، وكان نشار في سوق النشارين، مش نجار، لا نشار، معناه يقص اللوح. ومن بعدش بعد الخدمة ذي انتقل ولا في طائري في باب عليوة، ومن بعدش صاح خرج عمل السياحة نتاعو ورجع لتونس، وهو في حركة أخرى وفي فكر آخر، ولو الناس يراو فيه شيء من الصلاح، وحتى الدولة، حتى سلاطين بني حفص أراو فيه الصلاح، فخصوا له مكان للسكنة نتاعو في بنية قديمة تسمى فندق الرصاص، عطاوه لهم سكن فيها ولا ساكن فيها، وبعدش كي توفى تدفن فيها أحمد بن عروس. وعمل سيدي بن عروس هذا عمل طريقة تسمى الطريقة العروسية، ومجموعة أزجال في ذكر وفي المدح وكذا باللغة العامية، باللهجة العامية التونسية. ولما توفى قعد معتقد عند أهل تونس يتبركوا بزيارة مقامه وقبره، وخاصة كما قلنا ليلة 27 كان المقبل البي بعد ما يحضر في الختم يمشي يزور المقام هذا، من جملة مقامات أخرى يزورها. في النهج نفسه بجنب الزاوية هذية باش تلقاو جامع الناس يسموه جامع سيدي بن عروس، اسمه الحقيقي جامع حمودة باشا، تبني عام 1656، بني حمودة باشا المرادي، وهو جامع حنفي المذهب، باعتبار نعرفوها من سمعته المسدسة، معناها ما هوش سمعة مربعة كما عادة أهل تونس، هي سمعة عندها شكل خاص. المهندسين وقتها رأوا أنه يختصوا المذهب المالكي بالأكتوغونال، جو 8 أضلاع، وولت علامة على المذاهب وقتها في القديم، أنه الشكل المربع هو خاص بالمذهب المالكي، والشكل المثمن هو خاص بالمذهب الحنفي. جمع ذي حافل وجميل، والتعرفوا اللي هم أولاد زاوية ينجموا يعملوا صديق نتاعهم في زاويتهم، الزاوية المحرزية أو الزاوية العروسية، وإلا زاوية سيدي إبراهيم الرياحي ولا غيرها، واللي لا يكتب صديق في الدار ويعمل إشهار في جامع حمودة باشا لأسباب كثيرة. خطر عليش الجامع ذاك متوسط وفي وسط البلاد وقريب الجامع زيتونة وبحض الأسواق وكذا، طول تبارك الله كل واحد على زي راسه. مع هذية يقعد جامع حمودة باشا عنده سبق في عدد الصدقات اللي يقع إشهارهم فيه. هيا نزيدوا القدام في نهج سيدي بن عروس، إيش مش نلقاو؟ مش نلقاو دريبة حمودة باشا اللي بنى الجامع، اللي هي تويكة يسميها نهج الدريبة، وفيها مقر رشيدية اللي هو جزء من القصر المركب الملكي اللي بنى حمودة باشا، اللي كان فيه المحكمة والسرايا ودار الضياف والمخزن والكورين تاع الزوايل وغيره. نزيدوا القدام شوية،
تلقى دار متاع مناضل كبير في دار سيدي بن عروس. هو دار سيدي علي بلهوان. بالنسبة لسيدي علي بلهوان دار هما التوى في ملك عائلته يتصرفوا فيها. مقابلها قد فما البيرو متاع عميد المحامين سي فتحي زهير عمالة كأول عميد المحامين تونسي مسلم بعد سيدي مصطفى الكعك ولا يسكن غديك. في آخر النهج هذايا مش تلقى بطحة اسمها بطحة رمضان بي. علاش؟ لأنها فيها المركب الملكي متاع رمضان بي اللي شفناه ليلة مليالي كحكينا على صبات السيارة. فتشوف أن نهج سيدي بن عروس نهج مهم في تاريخ تونس لأنه فيه ديار متاع ذوات وشخصيات كما قلنا سيدي علي بلهوان علالة بلهوان المناضل الكبير اللي انتهى به المطاف بعد الاستقلال أنه كان شيخ المدينة وكان يدعى بشيخ الشباب راجل مناضل كبير وراجل وطني غيور. لكن قبل ما نخليكم في المناسبة متاعكم هذه الفضيلة اللي يحب يختم واللي يحب كما نقولوا يسهر وكذا نحب نذكركم بالزوي اللي كان البي يزورهم ليل 27 بخلاف زاوية سيدي بن عروس. يمشي لزاوية سيدي إبراهيم الريحي ويمشي لزاوية سيدي محرز ويمشي لزاوية سيدي علي شيحة ويمشي لزاوية سيدي محمد الحلفاوي. هذوما مجموعة الزوايا اللي يزورهم بخلاف أنه داب ما يخلط يزور تربة السادة الأشراف في نهر سيدي صوردو تبركا بحفاد سيدي النبي. يزور دار محسن معنى تربة آل محسن في المكان هذايا. وكان بكري البي بعد ما يعمل الزيارات هذه اللي قلنا عليها كلها بتاع الولية والصالحين يظن عليه المغرب فين يتعشى؟ يتعشى في دار البي أي قصر الحكومة بالقصبة حاليا. في حكاية طويلة وعريضة والماكلات اللي كانوا يأكلوها وكذا ذيك حكاية أخرى نحكيوها إن شاء الله في سهرية أخرى في برنامج آخر في لقاء آخر. أنا ما بقالي طوى كان نقول لكم إن شاء الله هالليلة الظيلة تتعدى علينا باليمن والبركات وإن شاء الله ربي ينظرنا بعين الرحمة ويرفع البلاد والوباء على بلادنا. صباح الخير.